حقيقة أن انسحاب التيار الصدري أو استقالات أعضاء المجلس النواب من التيار الصدري بالتأكيد هي ستسبب أو أدت إلى وجود حالتين. الحالة الأولى تتمثل في أن هذه الاستقالات إذا ما انسحب أو ما أويدت من قبل الحلفاء للكتلة الصدرية، وحسب ما كان يظنون الكتلة الصدرية أعتقد أن حسب اعتقادهم أنها ستؤدي إلى انتهاء البرلمان. لكن والحالة الثانية هي أن عدم انسحاب حلفاء السيد الصدر سيؤدي إلى عقد البرلمان، ونحن كقانونيين ننظر في كل الحالتين بصراحة. كان يعني انسحاب الأخوة أو تقديم الاستقالات الأخوة في التيار الصدري كان يعني حقيقة كانت لدينا الكثير من الملاحظات عليه، لأن البرلمان يكون مجلس النواب قد تكون وفق المادة 49 وأصبح حواقع حال، وأن دعوة السيد الصدر إلى الأخوة في تحالف سيادة والأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني الانسحاب لغرض حل البرلمان أيضا من الناحية القانونية لا يمكن أن تحصل. لماذا لا تحصل؟ لأن الأخوة في تحالف سيادة والأخوة في الكرد حتى وإن انسحبوا فإنه بموجب تعليمات تعويض مقاعد المجلس النواب الصادرة استنادا إلى المادة 4 من تعليمات من هذه التعليمات، والصادرة استنادا المادة طبعا المادة 4 من التعليمات الصادرة استنادا المادة 47 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، وكذلك المادة الأولى فقرة 1 والمادة 10 فقرة 8 من القانون 31 لسنة 2019، والذي نص على أن العضو عندما يشغر مكانه عضو مجلس النواب لأي سبب كان